الهلال الأحمر حاول يتحرك بالفعل، واتبعت لها بالفعل فرقة من الهلال الأحمر الفلسطيني علشان يقدروا يستعيدوها وينقذوها. الكارثة التي أكملت المأساة هي أنه الفريق اختفى وانقطعت الاتصالات ما بينهم وما بين غرفة العمليات المركزية في غزة. الله. معانا على تليفون أستاذة نيبال فرسخ المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أهلا بيكي. أهلا بك، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. يعني أنا مش عارف أقول لك إيه، لكن خليني هستأذنك في إنه هل لديكم أخبار جديدة عن هند رجب، أو هل لديكم أخبار عن فريق الإنقاذ الذي ذهب لإغاثتها؟ للأسف حتى هاي اللحظة لا يوجد أي معلومات حول مصير هند أو مصير الطاقم الزملاء المسعفين اللي ذهبوا لإنقاذها أحمد يوسف. حتى هاي اللحظة لا يزال مصيرهم الثلاثة مجهول، مش عارفين إذا لازالوا على قيد الحياة، هل نجحوا بإنقاذ هند، هل هم معتقلين. هاي كلها أسئلة جميعنا بنفكر فيها حاليا، ونتمنى أنه نعرف أنهم بصحة جيدة وأنهم نجحوا بإنقاذ هند، ولكن حتى هاي اللحظة لا يوجد أي معلومات عن مصيرهم الثلاثة. آخر معلومة كانت يوم الاثنين الساعة 6 مساء أنه فريق الهلال الأحمر الفلسطيني نجح بالوصول إلى المكان. كانوا شايفين المركبة اللي فيها الطفلة هند، ولكن منذ ذلك الوقت قطع الاتصال بالكامل مع هند ومع الطاقم الذي توجه لإنقاذها. يعني عمليا احنا بنتكلم في اكتر من 52 ساعة او 53 ساعة لا نعلم اي شيء عن هند ولا نعلم اي شيء عن فريق الانقاذ. للأسف هذا هو واقع الحال، رغم تفاعل اشهد. يعني هند كانت لحوالي 4 ساعات بتناشد فريق الهلال الاحمر الفلسطيني بانهم يجوا يخلوها ويساعدوها وياخذوها من المكان. طول الوقت كانت بتردد نفس الكلمة، تعالوا خذوني تعالوا خذوني. كانت كثير مرعوبة من فكرة إنه الدنيا قربت كثير ليل، وإنه هي بتخاف من العتمة. وللأسف إحنا لهلأ مش عارفين إذا ليان ظلت عايشة الرعب وحدها، إذا تم استهداف ليان، هل تم استهداف الطاقم المسعفين اللي ذهبوا لإنقاذها؟ ما في أي معلومة. يعني نداءنا لكل المجتمع الدولي ولكل العالم بضرورة التحرك بشكل فوري لإنقاذ الطفلة هند ولإنقاذ طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، في حال إن شاء الله ما يكون الوقت تأخر ويكون لازالوا على قيد الحياة. بدنا معلومات من الاحتلال بخصوص مصيرهم الثلاثة. يعني أنا لا أظن أن الاحتلال سوف يقوم بإصدار أي تصريح فيه شيء من الطمأنة، لكن هل من الوارد أو من الممكن أن يتم إرسال فريق آخر للبحث عن الفريق الأول وهند، يعني أو للتأكد من أنه على الأقل هم أحياء؟ يعني بكل تأكيد الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل التنسيق مع شركائنا، من ضمنهم الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل التنسيق لعملية الوصول الآمن لإرسال مركبة إسعاف أخرى للإطمئنان على أوضاع الفريق الأول. ولكن حتى اللحظة ما حصلنا على أي موافقة على جهود من أجل الإطمئنان على وضع الطاقم المرسل. وأصلا المنطقة يلي كانت موجودة فيها هند هي منطقة خطيرة جدا، يعني تتواجد فيها الدبابات الإسرائيلية. الاحتلال بيستهدف أي حد بيحاول الوصول للمنطقة بما فيها مركبات الإسعاف. لهالسبب اضطر فريق الهلال أنه يبقى لعدة ساعات مع الطفلة على الهاتف يحاول طمأنتها إلى حين الحصول على الموافقة من خلال عملية التنسيق اللي تمت من أجل إرسال طاقم الإسعاف هناك. وللأسف رغم التنسيق اللي تم من خلال وزارة الصحة، إلا أنه بمجرد وصول مركبة الإسعاف إلى المكان فقد الاتصال، وحتى اللحظة لازال مصير الطاقم مهند مشغول. هل أقدر أقول أنه الاحتلال يستهدف فرق الهلال الأحمر الفلسطيني؟
بكل تأكيد من بداية العدوان على قطاع غزة والاحتلال بيستهدف طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني ومقراتنا. حتى هاي اللحظة 8 من طواقمنا استشهدوا وهم يؤدوا عملهم الإنساني بإنقاذ الجرحى والمصابين، 29 آخرين جرحوا بجراح مختلفة، 4 من زملائي لازالوا حتى هاي اللحظة رهن الاعتقال، تم اعتقالهم خلال تواجدهم بمركز اسعاف الهلال الاحمر بجباليا، والان لدينا 2 من طواقمنا احمد ويوسف يلي توجهوا لاداء مهمتهم الانسانيه بانقاذ طفله محاصره بالدبابات الاسرائيليه تتواجد داخل مركبه فيها 6 جثامين 6 شهداء جميعهم اعدموا على مرأة عينها. تم اطلاق النار عليهم، ذهبنا لاداء هاي المهمه الانسانيه لنخفف لننقذ طفلة يعني لم تقبل حتى عامها السادس، ولكن للأسف فقدنا حتى الطاقم الذي ذهب لإنقاذها. أشكرك جدا نبال فرسخ المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني. ترى ما هو كم الأشباح وعددها التي سوف تطارد هند بسبب هذه الذكرى شديدة الألم إن كانت حية؟